منذ آلاف السنين تتأمل الحضارات السماء بهدف فهم واستكشاف الفضاء اللامتناهي. وفي الوقت الحالي يحاول العلماء وبرامج الفضاء في أنحاء العالم الكشف عن أسرار الكون من خلال تجهيز مهمات هدفها إرسال البشر إلى القمر مجدداً وإلى المريخ يوماً ما. تسعى هذه التجارب إلى جانب العمل كله الذي نؤديه على الأرض وفي الفضاء إلى تحقيق أهداف أسمى. لكن ما الذي يكمن خلف هذا الفضاء الأجوف على كواكب المجموعة الشمسية؟ هل ثمة حياة هناك؟ وهل يحتوي الكون على كائنات ذكية خارج كوكب الأرض؟ لدي اعتقاد مطلق بوجود حياة في مكان ما من العالم الخارجي لأن الكون واسع جدا. تحيرنا مسألة وجود حياة على كوكب المريخ، إنها تتملكنا وتدفعنا إلى الاتصال بأسباب وجودنا. أهلا بكم في رحلتنا إلى أقاصي الكون، رحلة نكتشف خلالها عوالم جديدة وظواهر كونية لم تفسر بعد. بفضل تطور العلم يكشف الكون أسراره لنا تدريجيا ولكن بشكل مؤكد. نعلم مدى اتساع الكون وتعداد الطرق التي علينا تجريبها لنجد ما نبحث عنه. انضموا إلينا في رحلة استكشاف فريدة من نوعها. هل أنتم مستعدون؟ منذ رحلة رائد الفضاء الروسي يوري جاجارين في عام 1961 لم يفقد استكشاف الفضاء حيويته، واليوم أصبح الوصول إلى الفضاء أكثر سهولة. فتبعا لوكالات الفضاء الحكومية تستعد أطراف جديدة تتبع قطاعات خاصة إلى إرسال أشخاص خارج حدود كوكبنا. في صحراء نيو مكسيكو الأمريكية تضع شركة فيرجن جالاكتيك لمساتها الأخيرة على حملة رحلتها التجريبية، وتخطط لبدء رحلتها شبه المدارية الأولى في عام 2020. جهزت قاعات الاستقبال لاستضافة أول المسافرين، فقد اشترى 600 عميل تذاكرهم مسبقا بواقع 250 ألف دولار، ووضع 8000 شخص تقريبا على لائحة الانتظار. بهذا السعر سيصعد 6 مسافرين على متن مركبة سبيس شيب 2. وعلى ارتفاع 15 كيلومترا سيوضع رواد الفضاء في مركبة حاملة ويدفعون نحو الفضاء ليصلوا إلى ارتفاع أعلى من 90 كيلومتر. وسيتمكن المسافرون الذين سيعيشون تجربة انعدام الجاذبية من الاستمتاع بمنظر الأرض لعدة دقائق من قوتهم. أنا آدم ستيلزنر، المهندس المسؤول عن مشروع مارس 2020 في مختبر الدفع النفاث. أدعم السياحة الفضائية لأنها طريقة فاعلة تسهم في تثقيف الناس. فكل من نظر إلى كوكب الأرض من الفضاء ورأى القارات التي لا تفصل حدود بينها والهواء الذي يحيط بنا جميعا والمحيطات التي تتدفق عبر الأرض اكتسب إدراكاً أكبر لدرجة اتصال البشر بعضهم ببعض وأهميتهم لسلامة الكوكب. أنا سارة سيجر، أستاذة علم الكواكب والفيزياء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. أعتقد أن السياحة الفضائية فكرة رائعة بالنسبة إلى الأشخاص الذين يرغبون في رؤية جمال الأرض من بعيد.
قال رواد الفضاء إن طريقة رؤيتهم للعالم تتغير عندما يشاهدون كم تبدو الأرض جميلة من الأعلى، لذلك تزداد الرغبة والدافع لحماية كوكبنا الوحيد بعد رؤيته من بعيد. في تكساس دخل الملياردير جيف بيزوس المدير التنفيذي لشركة أمازون مجال السياحة الفضائية عن طريق شركته الثانوية بلو أوريجين. أجرت مركبته نيو شيبارد رحلاتها التجريبية الأخيرة قبل استقبال أول مسافريها في بداية عام 2021. سيتمكن 6 أشخاص من خوض الرحلة على متن الكبسولة ليصلوا إلى ارتفاع 95 كيلومتر. يمكن إعادة استخدام قاذفة الكبسولة أيضا بعد كل انطلاق، حيث يمكن للجزء الرئيس من الصاروخ أن يعود إلى الأرض من تلقاء نفسه، في حين يعود المسافرون إلى الأرض بفضل مظلة موصولة بالقمرة. أنا جيل تارتر، الرئيسة السابقة لمشروع البحث عن الذكاء الفضائي في مؤسسة البحث عن الذكاء الفضائي. أؤيد فكرة إيجاد منصة أو طريقة ليختبر الناس عن طريقها رؤية كوكب الأرض كله ويفهموا حقيقة أن هذه الحدود المصطنعة التي وضعناها على هذا الكوكب لا أهمية لها على الإطلاق. فليست هناك حدود مهمة سوى ذلك الغلاف الأزرق الشاحب الرقيق الذي يدعى الغلاف الجوي. إنها وجهة نظر رائعة لها أن تغير حياتك. لكن قد يخطط لرحلات تجارية تنطلق على متن مركبات محطة الفضاء الدولية. في مايو من عام 2020 نجحت شركة سبيس إكس لصاحبها الملياردير إيلون ماسك في إرسال رائدي فضاء يتبعان لناسا في دورة حول الأرض. انطلاق! هذا صاروخ فالكون 9 وكبسولة كرو دراغون. هيا ناسا، هيا سبيس إكس. تمكن الرجلان اللذان صعدا على متن كبسولة كرو دراغون المدفوعة بقوة صاروخ فالكون 9 من الوصول إلى المحطة الدولية دون أي مشاكل. في يومنا الحالي يمكن حتى لرواد الفضاء الخاصين قضاء وقت في المدار الفضائي لبرهة قصيرة من الزمن. على كل مسافر أن يدفع 35,000 دولار تقريبا في الليلة مقابل استخدام خدمات المحطة مثل الهواء، الانترنت، الماء والحمام. للوصول إلى المحطة يجب على رواد الفضاء الصعود على متن كبسولات معتمدة من قبل ناسا مثل كبسولة سبيس إكس دراغون أو الكبسولات التي طورتها شركة بوينغ. في حالة استخدام أنظمة الدفع هذه ستكون تكلفة هذه الرحلة أعلى بكثير، أي نحو 55 مليون دولار. باللجوء إلى القطاع الخاص تتوقع ناسا أن توفر المال، وعلى مر 20 سنة الماضية أنفقت الوكالة الأمريكية 3 مليارات دولار على تكاليف عمليات تخص وكالة الفضاء الدولية. سيمكن توفير المال الوكالة الأمريكية من توجيه ميزانيتها نحو البرنامج الريادي كما صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ديسمبر 2017. الأمر التوجيهي الذي أوقعه اليوم سيحول تركيز برنامج الفضاء الأمريكي نحو البحوث والاكتشافات البشرية. إنه يسجل خطوة مهمة تتمثل بذهاب رواد فضاء أمريكيين إلى القمر مجددا للمرة الأولى منذ عام 1972 لاستكشاف الفضاء واستخدامه على المدى الطويل. هذه المرة لن نضع علمنا ونترك أثر قدم فحسب، بل سننشئ أساسا لرحلة لاحقة إلى المريخ وربما إلى عوالم عديدة أخرى يوما ما. منذ هذا البيان وصل مشروع أرتمس إلى أقصى طاقته. سيتم إنفاق 71 مليار دولار على مدى السنوات الخمس القادمة على هذا البرنامج الطموح بهدف إعادة رواد الفضاء إلى القمر. سيرسل رجل وامرأة في عام 2024. يجمع SLS صاروخ نظام الإطلاق الفضائي والكبسولة الفضائية. من المخطط أن يكون الإطلاق الأول في بداية عام 2021 على شكل رحلة تجريبية حول القمر من دون طاقم.
ثم ستحمل الرحلة الثانية أشخاصا وستنطلق في نهاية 2022. وأخيرا سيهبط رجل وامرأة على القطب الجنوبي للقمر في 2024. تحقيقا لهذه الغاية صممت بدل فضاء جديدة أصبحت تسمح بحرية حركة أكبر من ذي قبل، حيث يمكن لرواد الفضاء الآن ثني ركبهم وتحريك أحواضهم أو رفع أيديهم بسهولة أكبر. هذه البدل نموذجية أكثر، فهي مصنوعة من طبقات داخلية يمكن إضافتها أو إزالتها تبعا لدرجة الحرارة في الخارج، حيث تتراوح الحرارة على القمر بين 150 إلى 150 درجة مئوية تحت الصفر. تمنع هذه البدل أيضا تسلل غبار القمر والتصاقه في كل مكان. بعد أن يصل الأمريكيون إلى القمر يخططون للبقاء هناك فترة من الزمن. هدفهم هو إنشاء قاعدة قمرية دائمة في أبكر وقت ممكن في عام 2028، لكن للعيش والعمل على القمر فترة طويلة من الزمن يحتاج رواد الفضاء إلى الحماية من الإشعاعات. اسمي أوليغ نوفيتسكي، أنا معلم ورائد فضاء تجريبي في وكالة الفضاء روسكوسموس. تجرى البحوث لحماية الناس من الإشعاعات، ويعني هذا الطريقة التي تؤثر بها الإشعاعات على الخلايا. إن كنا سنذهب إلى مكان ما في الفضاء الخارجي يجب أن نكون على دراية بالمواد التي توفر أفضل حماية. أجرينا كثيرا من الاختبارات على متن المحطة عن كيفية تأثير الإشعاعات الشمسية على مواد مختلفة بشكل مختلف كليا. يختبر العلماء أي مادة هي الأكثر تحملا للفروق الحرارية الكبيرة والإشعاعات الشمسية ليبتكروا مواد لها أن تعمل مدة طويلة وبشكل موثوق في الفضاء. ربما وجد معمل الذكاء الاصطناعي الفضائي حلا. هذه الشركة المعمارية في نيويورك هي الأفضل في بناء مسكن ثلاثي الأبعاد أطلقتها ناسا لبناء المنازل القمرية أو المريخية المستقبلية. لدى المتنافسين 3 أيام لطباعة مبنى على قياس ثلث الحجم الرئيس باستخدام مصادر موجودة على الكواكب مثل البازلت. بخلط البازلت مع الألياف البلاستيكية صنع الذكاء الاصطناعي مادة أكثر قوة وتحملا من الإسمنت وقادرة على صد الإشعاعات الكونية. لكن للنجاة على القمر أو على المريخ يجب على رواد الفضاء مواجهة تحد كبير آخر. الذهاب في رحلة إلى الفضاء يعني أن عليك أن تعيش محتجزا مع طاقمك مدة طويلة جدا من الزمن. في فبراير 2020 عادت رائدة الفضاء الأمريكية كريستينا كوك إلى الأرض بعد بقائها في محطة الفضاء الدولية 11 شهرا. بعد ابتعادها ل 328 يوما عن الأرض. حتى بالنسبة إلى الرحلات القصيرة فإن السيطرة على التوتر وحتى النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين أفراد الطاقم الذين يعيشون في مكان مغلق أمر بالغ الأهمية. تحاكي شركات الفضاء عادة هذا الجو المقيد على الأرض، لكن تبقى محطة الفضاء الدولية أفضل مختبر لمراقبة تفاعلات الطاقم في مواقف الحياة على المدى الطويل. نخضع لاختبارات نفسية في مرحلة الانتقاء. لدينا حتى دراسة تتمحور حول وضع شخص ما في غرفة لمدة 5 أيام. الغرفة عازلة للصوت وليس هناك أي نوافذ أو مشابه، وليس هناك تواصل مباشر مع فريق الأطباء الذين يراقبونك، وعليك أن تعمل لمدة 5 أيام في هذه الغرفة المغلقة وتعمل بشكل طبيعي من اليوم الأول وحتى اليوم الأخير، وهذا في فترة الظهيرة. تنظر إلى الساعة كثيرا وتعمل خلال النهار وتخلد إلى النوم في ميعاده، كما أنك تعمل بشكل متواصل لمدة 3 أيام متتالية. تدعى هذه العملية عملية R&D للعمل المتواصل. يراقب الأطباء خلالها كمية العمل الذي سيكون بمقدورك إنجازه وحدك في فضاء مغلق دون الاتصال بالأرض. في مرحلة تشكيل الطاقم وبعد تشكيله يقوم أطباؤنا النفسيون بفحصه ويحددون من أين قد تنشأ النزاعات بين أفراد هذا الطاقم، وإن نشأت هذه النزاعات إلى أي حد قد تصل، وهل ستؤثر على المهمة أو تؤدي إلى إقصاء الهدف أو ما شابه. يقدمون هذه التوقعات لكل فريق، وكما أعلم فإن توقعاتهم دقيقة للغاية،
مع الأسف في تاريخ استكشاف البشر للفضاء كان هناك حالات استبعد خلالها أشخاص في مرحلة الانتقاء، ولا يمكن لرواد الفضاء المحتملين جميعهم أن يصبحوا رواد فضاء اعتمادا على علم النفس فقط. هناك حالة حيث شكل الطاقم وأسهم فساد علاقة شخصين منهما مع بعضهما في المرحلة التمهيدية على الأرض في استبعاد هذا الطاقم من التدريب وفصله، وعليه لم يتجه أحد منهم إلى الفضاء. سيقضون 6 أشهر لقطع مسافة 400 مليون كيلومتر للوصول إلى المريخ. سيمضون شهرا على المريخ حتى موعد الرحلة التالية، وتستغرق رحلة العودة إلى الأرض 13 شهرا يمرون خلالها قرب كوكب الزهرة. على أفراد طاقم مهمة المريخ أن يتعلموا العيش معا لأكثر من 1.5 عام، وتتوقع ناسا إطلاق رحلة في عام 2030. في جنوب تكساس لدى المدير التنفيذي لشركة سبيس إكس وجهة نظر مختلفة كليا. بالنسبة لإيلون ماسك، يجب أن يذهب الإنسان إلى المريخ ليستوطنه، ويجب أن يصبح الجنس البشري قادرا على التنقل بين الكواكب. أنا ماريكا برانكيزي، عالمة فلك، وأعمل في مؤسسة جران ساسو للعلوم، وأنا باحثة في المؤسسة الوطنية الإيطالية للفيزياء النووية. ليس علينا التقيد بحدود معينة. لا أعلم ما الذي سيحل بالجنس البشري بعد آلاف السنوات، ولا الاكتشافات الكبيرة التي ستحدث، ولا ما سيتغير. حتى اللحظة كل ذلك مجرد خيال علمي، لكن لا نعلم بشأن المستقبل. قد نحتاج إلى علماء رائدين ليحاولوا أن يكتشفوا ويفكروا في أشياء تبدو محض خيال علمي الآن. يعمل إيلون ماسك بجدية لتحويل حلمه عن الخيال العلمي إلى حقيقة. إنه يبني نماذج لمركبة فضائية قادرة على حمل أول الراغبين في الاستقرار على المريخ بارتفاع 50 مترا. ستتمكن الكبسولة التي تدعى ستارشيب من حمل 100 شخص على متنها. ستبني الشركة أقوى صاروخ يمكن تخيله من أجل إطلاقها، وهو صاروخ ذا سوبر هيفي الذي يبلغ قطره 9 أمتار وارتفاعه 68 مترا ومزود ب37 محركا. هذا الصاروخ هو الذي سيطلق كبسولة ستارشيب خارج الأرض بعيدا عن الجاذبية الأرضية. بعد أن تصبح الكبسولة في المدار ستتمكن من إعادة تعبئة الوقود من محطة خدمات مدارية. ستتمكن المركبة الفضائية حينها من مغادرة محيط الأرض والتوجه إلى الكوكب الأحمر. بعد 6 أشهر من السفر ستهبط الكبسولة على المريخ بشكل عمودي لتنزل أول المستقرين هناك. يخطط إيلون ماسك لإرسال 1000 مركبة لبناء أساس دائم، ورغم أن المريخ حتى يومنا الحالي كوكب أحمر قاس وصحراء غير صالحة للعيش، وجدت شركة سبيس إكس أول مسافريها الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا في أسوأ الاحتمالات. إذا لم يتمكن مايزاوا من الذهاب إلى المريخ سيدور رائد الفضاء الخاص هذا في رحلة حول القمر على متن ستارشيب في عام 2023، وهذا يكفي لإثبات جدارة الصاروخ بالثقة وإمكانية المشروع قبل الاستقرار على سطح المريخ. ينظر إلى استعمار الكوكب الأحمر من قبل البعض على أنه حل لحماية الجنس البشري. يعلم الجميع أنه إذا سقط مذنب بقطر أدناه 10 كيلومترات على كوكب الأرض فسينتهي تاريخ الجنس البشري. لا يمكننا تفادي ذلك الأمر حتى الوقت الراهن، لكن إن تمكنا من السفر إلى كواكب أخرى وإيجاد كواكب تصلح للعيش وأنشأنا مستوطنات تعيش فيها أجيالنا القادمة، فعندها يمكن للجنس البشري النجاة.
مع وجود هذا الخطر الذي لا نزال غير قادرين على ردعه أو منعه، سيؤدي الأمر إلى دمار كوكبنا. يؤخذ خطر المذنب الذي يهدد الأرض بجدية من قبل وكالات الفضاء. في عام 2015 عبر مذنب قطره 20 مترا فوق روسيا وشق السماء، مطلقا موجة سائقة أعظم من تلك التي أطلقتها قنبلة هيروشيما بأضعاف. تكسرت عشرات الآلاف من النوافذ وتعرض الآلاف للأذى. تتوقع الوكالات وجود آلاف المذنبات الخطرة التي يبلغ قطرها أكثر من 100 متر والتي ستسبب دمارا كبيرا. قد تقع هذه الأحداث كل 10,000 سنة. طورت جامعة جونز هوبكنز ووكالة ناسا مركبة دارت، أي مركبة اختبار إعادة توجيه الكويكبات المزدوجة، القادرة على تغيير وجهة الكويكبات. للتحقق من صحة مفهومها والتكنولوجيا الخاصة بها، سيختبر المهندسون هذه المركبة من خلال استهداف ديمورفوس، وهو كويكب صغير يبلغ طوله 160 مترا ويدور حول كويكب أكبر يبعد 11 مليون كيلومتر عن الأرض. أطلقت مركبة دارت في 22 من يوليو 2021، يجب أن تبلغ وجهتها في 30 من ديسمبر 2022. يجب أن يكون الاصطدام الذي سيتم بسرعة 23,700 كيلومتر في الساعة، يجب أن يكون كافيا لتغيير سرعة وتوجيه كويكب ديمورفوس. سيصور التأثير بواسطة القمر الصناعي المكعب الإيطالي ليسيا. سيفحص ليسيا أيضا سرعة طرد الجسيمات الناتجة أثناء اصطدامها بالكويكب، لكن من أجل إجراء تقييم دقيق للضرر الناتج تستعد وكالة الفضاء الأوروبية لإرسال القمر الصناعي إيرا الذي سيصل إلى منطقة حول الكويكبين في 2026. ستكون مهمة هيرا قياس حجم وشكل وكتلة ديمورفوس بدقة. سيرافق هيرا قمران صناعيان مكعبان آخران مهمتهما تحليل حقل الجاذبية والبنية الداخلية لديمورفوس. كما سيدرسان أيضا التركيب المعدنية للكويكبات ويصنعان عدة نماذج رقمية للحفرة الناتجة عن الاصطدام. في المرحلة الأخيرة من المهمة سيحاول القمر الصناعي صغير الحجم الهبوط لفهم خصائص سطح الكويكبات بشكل أفضل. وبينما ننتظر هروب البشر من النيازك أو الاستقرار على المريخ لإنشاء حضارة جديدة، يزار الكوكب الأحمر بشكل متكرر. منذ إرسال المركبات الأولى في الستينيات توالت نحو 20 مهمة ناجحة. تتفحص المسابير الفضائية والمركبات الجوالة سطح المريخ باستمرار وترسل مزيدا من الصور الاستثنائية مثل الجليد الذي تراكم عند قطبي المريخ. في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا استعدت ناسا لإرسال مركباتها المتنقلة الجديدة لاستكشاف سطح المريخ. اسمها بيرسيفيرانس وأطلقت في صيف 2020 ووصلت إلى المريخ في فبراير 2021. المركبة التي يبلغ وزنها 1000 كيلوغرام تسلمت اللواء من أسلافها. في مهمة مركبات استكشاف المريخ الجوالة التي قامت بها اثنتان من تلك المركبات،
وهما سبيريت وأوبورتوينيتي، اكتشفنا أن سطح المريخ مغطى بمياه سائلة، وهذا مهم للغاية لأننا نعلم من كوكبنا الأرض أنه حيث وجدت المياه وجدت الحياة. لكن هناك أشياء مهمة لم تتمكن تلك البعثات من إخبارنا عنها. هل كانت المياه عذبة أم مالحة؟ حمضية أم قلوية؟ هل يصلح كوكب المريخ القديم الذي يحتوي على المياه للحياة؟ صممت مركبة كيوريوسيتي للذهاب إلى هناك والإجابة عن السؤال الأخير. الإجابة هي نعم، العوامل الداعمة للحياة على سطح المريخ موجودة منذ أن بدأت الحياة على كوكبنا. إنه أمر مدهش يخص مجموعتنا الشمسية، فقد وجدت عوامل داعمة للحياة على كوكبين في الوقت ذاته، ونعلم أن الحياة بدأت على كوكبنا. الهدف من مركبة بيرسيفيرانس الجديدة هو إيجاد آثار لحياة سابقة. اختار علماء الأرض فوهة جيزيرو كموقع للهبوط. تحتوي هذه الفوهة التي تقع شمال خط الاستواء المريخي على آثار بحيرة قديمة ودلتا. قد تظهر الرواسب المتراكمة إمكانية وجود جزيئات عضوية أو آثار حياة بكتيرية سابقة. لا يزال البحث عن حياة في مجموعتنا الشمسية مستمرا بقوة، تحديدا على سطح المريخ. إذا ما زالت الإمكانية متاحة للعثور على حياة في أماكن أسفل الأرض حيث يوجد القليل من المياه. لتنجح هذه المهمة ستزود مركبة بيرسيفيرانس بنظام للهبوط أكثر كفاءة من أنظمة أسلافها. أثناء هبوطها بالمظلة ستلتقط صورا للمريخ متفحصة المناطق شديدة الانحدار في الزمن الحقيقي. إن كانت المنطقة خطرة ستتمكن بيرسيفيرانس من تغيير اتجاهها والتوجه نحو منطقة أكثر أمانا. ولضمان هبوط أكثر سلاسة طور آدم وفريقه نظاما ذكيا أثبت كفاءته بالفعل. في حالتنا نستخدم نظام الدفع في الطيران مثبتا على ظهر المركبة ونسميها مركبة الهبوط. ندفعهما للطيران معا بشكل متجانس حتى تصل إلى ارتفاع 20 مترا أو 22 مترا عن سطح المريخ، ثم نقوم بإنزال المركبة من حقيبتها النفاثة التي تدعى مركبة الهبوط حتى تهبط المركبة على سطح المريخ، ثم نحرر المركبة وندفع مركبة الهبوط حتى مسافة آمنة. تلك المناورة الأخيرة التي تتضمن إنزال المركبة وهبوط الآليتين على المريخ تدعى مناورة رافعة السماء. هذا كان الأمر الجنوني الذي طوره فريقنا. ستتولى مركبة بيرسيفيرانس الأمريكية الجديدة أيضا مهمة تحضير عينات من تربة المريخ لإحضارها إلى الأرض في المستقبل. يخبرنا العلماء أنه من أجل كشف أسرار المريخ فعلى المركبات إحضار قطعة منه إلى الأرض. يتطلب الأمر كثيرا من العمل وأكثر من مهمة، بل إنه يتطلب ثلاث مهمات ستكون مارس 2020 أولها. ستحظى مركبة بيرسيفيرانس بسنتين لجمع وتحضير أكثر من 20 عينة سترسل إلى الأرض، وخلال المهمة الثانية ستضع مركبة أخرى العينات على متن صاروخ. بعد أن يدخل الصاروخ المدار ستنقل العينات إلى قمر صناعي لتصل إلى الأرض خلال عام 2030. أظن أن أهم سؤال نحاول الإجابة عنه من أجل العامة على الأقل هو السؤال عن وجود الحياة. نعلم الآن أن العوامل الداعمة للحياة وجدت هنا عندما بدأت الحياة على الأرض. وجدت العوامل الداعمة للحياة على المريخ، فهل وجدت الحياة سابقا هناك؟ وهل ما زالت موجودة؟ هل يمكننا رؤية دليل على وجودها أو عدمه؟ هذا هو السؤال العلمي الأهم الذي نرجو أن نتمكن من الإجابة عنه من خلال فكرة إحضار عينات من سطح المريخ. لن تكون بيرسيفيرانس المركبة الوحيدة التي تهبط على سطح المريخ في 2021، فقد دخل متنافس جديد سباق الوصول إلى المريخ وهو الصين. لأول مرة في تاريخهم سيرسل الصينيون مسبارا إلى كوكب آخر.
سترسل مهمة تيانوان واحد قمرا صناعيا إلى المدار، وتنزل مركبة الهبوط ومركبة جوال على سطح المريخ قرب سهل بلانيشيا. الهدف من إظهار هذه التكنولوجيا الصينية أمام أعظم المتنافسين الحاليين في مجال الفضاء علمي أيضا، حيث سيدرس الصينيون شكل وطبيعة تربة المريخ إضافة إلى توزع الثلوج، ويعملون أيضا بإيجاد آثار مدفونة تحت الأرض. هنالك مفاجآت تكنولوجية أيضا صادرة من الإمارات العربية المتحدة. صمم مهندسون إماراتيون بالتعاون مع جامعات أمريكية القمر الصناعي هوب الذي سيدور حول الكوكب الأحمر لسنتين. مهمته ستكون جمع المعلومات من عدة مصادر، منها درجة الحرارة والرياح وبخار الماء والغبار، من أجل فهم الظواهر الحيوية التي تؤثر على المناخ والجو المريخي. تزامن وصول القمر الصناعي هوب إلى مدار المريخ في 2021 مع الذكرى 50 لتأسيس دولة الإمارات، ما يجعل المهمة رمزية للغاية لتصبح الإمارات أول دولة عربية ترسل مركبة فضائية إلى كوكب آخر. في أوروبا تستعد وكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الروسية روسكوزموس لإرسال مركبة روزاليند فرانكلين المتجولة كجزء من برنامج إكزومارس. كان من المفترض أن تقلع إلى المريخ في 2020، لكن إقلاعها تأخر إلى 2022 بسبب مشاكل تقنية عديدة تتعلق بمظلتها ونظام الهبوط فيها. سيستخدم هذا الإنسان الآلي الذي صنعته وكالة الفضاء الأوروبية للتحقق من وجود حياة سابقة في حوض أوكسيا بلانون، لأن هذا الإنسان الآلي مزود بآلة حفر يمكنها الوصول إلى عمق مترين، ويمكنها أيضا الحصول على عينات من التراب لم تتأثر بالإشعاع الكوني الذي يفجر سطح المريخ باستمرار. إذا استكشفنا المريخ ووجدنا دليلا على وجود حياة منقرضة أو أنها ما تزال موجودة أسفل سطح المريخ، وأظهرنا أنها هناك ليست مرتبطة بالحياة على الأرض، فهذا يعني أن تلك الحياة لم تنشأ عن طريق السفر بالصواريخ إلى كواكب أخرى. إذا وجدنا تكوينا ثانيا مستقلا على المريخ، سنعلم أن هناك حياة في كل مكان وستكون واسعة الانتشار. إن كان هناك منشآن للحياة في مجموعة شمسية واحدة، سنعلم أن الأمر ذاته يحدث في كل مكان. إن وجدت الحياة على عدة كواكب في مجموعتنا الشمسية، أفلا يمكن أن تكون موجودة على كواكب أخرى عبر المجرات؟ في 2019 منح العالمان السويسريان ديديا كيلوز وميشيل مايور جائزة نوبل في الفيزياء لاكتشافهما عام 95 أول كوكب يدور حول نجم غير شمسنا، وأطلقا عليه اسم بيغاسي 51 بي، وهو كوكب خارج المجموعة الشمسية على بعد 50 سنة ضوئية. منذ ذلك الاكتشاف ازداد البحث عن كواكب خارج مجموعتنا الشمسية. توجد مئات المليارات من الكواكب في مجرة درب التبانة وحدها، كما توجد مئات المليارات من المجرات، لذلك فإن عدد النجوم يكاد يستحيل إحصاؤه. ربما لكل نجم كواكب تدور في فلكه. حتى اليوم اكتشفت المقارب على الأرض وفي الفضاء أكثر من 4100 كوكب خارج المجموعة الشمسية، كل منها يدور حول نجم. صدرت أكبر مساهمة من المقراب الأمريكي الفضائي كيبلر الذي أطلق عام 2009، ومنذ ذلك الحين عرف المزيد عن طبيعة بعض الكواكب خارج المجموعة الشمسية. نجد كثيرا من الأنظمة الكوكبية والكواكب الغريبة. هناك كواكب بحجم الأرض قريبة من نجومها،
حرارة الكواكب هذه مرتفعة بفعل نجومها لدرجة أن سطوحها تتشكل من بحيرات حمم سائلة، لا بفعل البراكين بل بسبب حرارة نجومها. بعض تلك الكواكب الحارة الشبيهة بالأرض لا تحتوي على غلاف جوي لأنها حارة جدا. لدينا مثال نأمل أن يكون موجودا وربما هو موجود بالفعل، نسمي تلك الكواكب العوالم المائية، وستكون نسخة مطورة من أقمار المشتري الثلجية. نتصور أنه سيكون كوكبا تشكل المياه 50%، أي أنها عبارة عن كوكب جليدي فحسب، كوكب بغلاف جوي بخاري كثيف يحتوي على محيط ضخم. وفي قاع المحيط يتسبب الضغط بتجمد الماء وتحوله إلى شكل جليدي مكون من مياه عالية الضغط. لا نعرف كل ما هو موجود، لكننا نعرف أن هناك عددا من الكواكب الغامضة بأحجام وكتل ومدارات مختلفة. في 2018 أرسل الأمريكيون مقربهم الفضائي الجديد تيس إلى المدار. كانت المهمة إيجاد كواكب جديدة بحجم الأرض تدور حول نجوم صغيرة قرب مجموعتنا الشمسية. يمكن لتيس مسح 85% من السماء، وبذلك يغطي منطقة أكبر ب 350 مرة من المنطقة التي يراقبها كيبلر. لإيجاد تلك الكواكب يعتمد تيس على كمية الضوء المرئي. أكثر طريقة شائعة لإيجاد كوكب الآن تتعلق باصطفاف الكواكب بطريقة مميزة ومحددة تسمح بدوران الكوكب حول النجم كما شهد من خلال المقراب. يمكن أن يدور الكوكب بهذا الاتجاه ويدور بهذه الطريقة حول نجمه في السماء كما هو متوقع، ولا يمكن أن تراه يعبر أمام النجم. عندما يعبر الكوكب من أمام النجم نسمي ذلك العبور. رغم أن النجم عبارة عن بقعة من الضوء، فإن ضوءه ينخفض بنسبة ضئيلة، نسبة انخفاض سطوعه ضئيلة وتبلغ 1% تقريبا أو أقل. ننظر إلى العديد من النجوم في الوقت ذاته، وسينخفض سطوع بعضها بسبب عبور كوكب من أمامها، وهذه أول خطوة في إيجاد كوكب يسخر تقنية العبور. لكن هذا الانخفاض في السطوع كاف بالنسبة إلى العلماء لحساب حجم الكوكب ومداره. بجمع هذه المعلومات مع كتلة الكوكب يمكننا أن نستنتج كثافته ومعرفة إن كان هذا الكوكب صخريا أم غازيا. في يناير من عام 2020 كان أول اكتشاف لمقراب تيس، فقد اكتشف كوكبا صخريا أكبر من الأرض 20% اسمه TOI 700D، على بعد 100 سنة ضوئية وسنة. يدور كوكب TOI 700D حول شمسه وهي قزم أحمر خلال 37 يوما. يثير هذا الكوكب اهتمام الباحثين لوجوده في منطقة تعرف بالنطاق الصالح للحياة. وبالنسبة لكوكب خارج المجموعة الشمسية يتحقق هذا النطاق حين يبتعد عن نجمه مسافة تكفي للحفاظ على درجة حرارة تسمح بوجود ماء سائل على سطح الكوكب. إذا كان الكوكب قريبا جدا من النجم تبخرت المياه، وإذا كان بعيدا جدا تجمدت. وإذا كانت المياه السبب في جعل الحياة ممكنة على الأرض، فإن بإمكان بيئة مشابهة أن تنتج التأثيرات ذاتها على كوكب آخر. هناك العديد من الكواكب الموجودة الآن في منطقتها المعتدلة، ومن بين تلك الكواكب لا نعلم من يتمتع بدرجة حرارة مناسبة لتوافر الماء في حالته السائلة. لن نعرف ذلك حتى نقوم بدراسة الغلاف الجوي وفهم ما الذي يقدمه الغلاف الجوي لسطح الكوكب. لكن هل يوجد ماء على تلك الكواكب؟ قد نحصل على الإجابة عن طريق مقراب جيمس ويب الدولي الفضائي الذي يتم تجميعه حاليا في ماريلاند في الولايات المتحدة، وهو ثمرة تعاون أوروبي كندي أمريكي، وكان يتوقع إطلاقه في عام 2021. إحدى مهماته العديدة هي فحص الغلاف الجوي الخاص بالكواكب الموجودة في المنطقة الصالحة للعيش، وهي بحجم الأرض تقريبا. باستخدام الأشعة تحت الحمراء سيتمكن المقراب من التعرف على عدد كبير من الجزيئات ببصمات كيميائية مرتبطة بالحياة مثل الماء والأوزون.
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ابتكر الباحثون مركبة خاصة لرصد الكواكب الخارجية مباشرة مع حجب وهج ضوء النجم. الظل النجمي مركبة عملاقة ذات شكل مميز يبلغ قطرها عشرات الأمتار، وستطير بشكل محدد في الفضاء على بعد عشرات آلاف الكيلومترات من المقراب الفضائي، وستحجب مركبة الظل النجمي ضوء النجم ليدخل ضوء الكوكب فقط إلى المقراب. بوجود هذه المركبة التي تشبه الزهرة، سيكون من الممكن رؤية الكواكب وغلافها الجوي مباشرة دون تدخل ضوء النجم المباشر. استلهم المهندسون من فن طي الورق الياباني طريقة مبتكرة لطي هيكل المركبة لتتسع في مقدمة صاروخ. من الممكن استخدام الظل النجمي في غضون 10 سنوات تقريبا. هذه الابتكارات جميعها تمنحنا نظرة جديدة للكون وأملا بإيجاد آثار للحياة في عوالم أخرى، لكن بالنسبة إلى بعض العلماء فقد توجد الحياة بأشكال أكثر تطوراً. فهل من الممكن أن تكون هناك كائنات ذكية سوانا وحضارات أخرى في الكون؟ منذ 60 سنوات يتفحص الباحثون السماء بلا كلل أملاً في الحصول على إشارات ترسلها كائنات فضائية. حظينا بنتائج خاطئة على مدى السنين دفعتنا للشعور بالحماس الشديد، واستغرق الأمر وقتاً طويلاً لنكتشف أننا كنا نلتقط إشارات من التكنولوجيا خاصتنا، وقد خدعنا بذلك. لذا فنحن لم نلتقط أي إشارة، ولو فعلنا لأخبرناكم، لأننا نرغب بإخبار العالم عن هذا الأمر، لكننا حسنا أبحاثنا كثيراً على مر السنين. يمكننا الآن البحث من منظور أكثر توسعاً وبسرعة أكبر مما كنا نفعل سابقاً. بهذه الطريقة نتابع المضي قدماً يوماً بعد يوم عن طريق محاولتنا معرفة كيفية تطوير بحثنا لنتمكن من النجاح. الحصول على أول إشارة من الفضاء الخارجي قد يتحقق على يد الملياردير الروسي عالم الفيزياء السابق يوري ميلنر. في 2015 استثمر ميلنر 100 مليون دولار لمدة 10 سنوات في البحث عن كائنات ذكية. يهدف برنامجه الذي يحمل اسم استراق السمع لتحسين المستقبلات وزيادة عدد الترددات التي يتم مسحها. طموحها الأسمى هو استراق السمع إلى ما لا يقل عن 1 مليون نجمة وإلى المجرات 100 الأقرب إلى الأرض. نحاول إيجاد إشارات وإشعاع كهرومغناطيسي مختلف عن ذلك الذي تنتجه الطبيعة. نستخدم مقارباً راديوياً ضخماً، وبتلك الترددات نبحث عن إشارات مضغوطة في تردداتها، وهي تظهر في قناة واحدة فقط في القرص الراديوي، وهو أمر لا تقوم به الطبيعة التي تنشر انبعاثاتها عبر ترددات كثيرة. يستخدم برنامج استراق السمع أقوى مقراب راديو ممكن في محاولة لإنجاح الأمر. هذا يتضمن مقراب جرين بانكس الأمريكي في ولاية فيرجينيا، ومقراب باركس في أستراليا، ومجمع ميركات للهوائيات في جنوب أفريقيا. منذ بداية المشروع سجلت هذه المقاريب الراديوية كميات هائلة من المعلومات. يكمن التحدي في فصل الإشارات المهمة عن آلاف الإشارات اللاسلكية الصادرة عن أقمار صناعية أو محطات تلفزة أو ظواهر كونية أخرى. وللتعرف على هذه الترددات يستخدم العلماء الذكاء الاصطناعي، كما يشاركون المعلومات عبر الإنترنت لتسريع عمليات التحليل. يثير البحث عن ذكاء فضائي اهتمام الصينيين أيضاً، فانضموا إلى برنامج استراق السمع لصنع مقراب فاست الراديوي الجديد ليكون في متناول الباحثين. يعمل هذا المقراب منذ عام 2019 بعد تركيبه في منطقة ريفية جنوب غرب الصين،
وهو الأكبر في العالم، ويقع في قلب واد ويبلغ قطره 500 متر. يمكن تحريك الألواح التي تغطي سطحه للاستماع إلى مناطق مختلفة من الكون. وبتوجيه هذه الآلة العملاقة نحو السماء، يأمل الباحثون بتسجيل إشارة فضائية يوما ما. وفي انتظار تواصل من العدم، يبحث علماء آخرون عن إشارات كونية مختلفة كليا. وبعد عقود من الانتظار، وفي 14 من سبتمبر 2015، سجل لاقطان أمريكيان على بعد 3000 كيلومتر عن بعضهما إشارة متطابقة في الوقت ذاته تقريبا. وهذه ستغير طريقة فهمنا للكون. الاكتشاف الأهم في هذا القرن، موجات الجاذبية موجودة. بعد رصد موجات الجاذبية في الولايات المتحدة، إنجاز علمي قد يغير طريقة تفكيرنا في الكون. يا للروعة، لقد وجدنا موجات الجاذبية. للمرة الأولى رصد العلماء موجات الجاذبية وأكدوا وجودها، وهي موجات تشكلت خلال حوادث كارثية على بعد آلاف السنوات الضوئية. تنبأ ألبرت أينشتاين بوجود تلك الموجات قبل 100 عام في نظرية الجاذبية، التي كان يعتقد أنها أضعف من أن يتم التحقق منها. ويفتح هذا الاكتشاف آفاقا جديدة للعلماء. موجات الجاذبية طريقة جديدة للنظر إلى الكون، وهي تشبه اللحظة التي وجه فيها غاليليو مقرابه إلى السماء، لأنها طريقة جديدة لرؤية ما كان مخفياً. بمقارنة نماذج نظرية مع إشارات رصدتها اللواقط، حدد العلماء منشأ موجات الجاذبية. أول إشارة لموجات الجاذبية رصدتها الأرض نشأت من التحام ثقبين أسودين. كان هذان الثقبان ثقيلين جداً، بواقع 30 كتلة شمسية تقريباً، واندمجا بعيداً جداً عنا بواقع 1,200,000 سنة ضوئية. انتشرت موجة الجاذبية هذه عبر الكون وقطعت آلاف المجرات، ووصلت إلى الأرض في 14 من سبتمبر من عام 2015. يعود الفضل في هذا الاكتشاف العظيم إلى الباحثين الأمريكيين فايس باريس ثورن. بعد جهود دامت أكثر من 30 عاماً، نجحوا في تحسين حساسية مقياس التداخل، وهو آلة من ذراعين تمتدان بطول عدة كيلومترات وتدور فيهما أشعة الليزر. أثناء عبورها الأرض، يمكن لموجة الجاذبية تعديل طول ذراعي الآلة، وأي اختلاف متناهٍ في الصغر يمكن لأشعة الليزر تسجيله. ولهذا الإنجاز التكنولوجي والعلمي، نال العلماء الثلاثة جائزة نوبل للفيزياء عام 2017. ومنذ هذا الاكتشاف الأول، اكتشفت العديد من إشارات الثقوب السوداء، كما كشفت حملات القياس عن تصادم نجمين مقدمة بحراً من المعرفة. من خلال قياس النجمين النيوترونيين، اكتشفنا طريقة تشكل العناصر الثقيلة، وأحدها هو الذهب، وهو مهم جدا في حياتنا. لم نكن نعلم من أين جاء الذهب سابقا، والآن يمكننا تفسير مكان وجود هذه العناصر الثقيلة على الأرض. نحن أيضا كبشر مخلوقون من عناصر ثقيلة، ولم نكن نعرف من قبل من أين جاءت تلك العناصر. فتحت موجات الجاذبية آفاقاً جديدة لمراقبة الكون. نعرف الآن بالتأكيد المزيد عن توسع الكون والمزيد عن منشأ الكون، ولا شك أننا نعرف المزيد عن مدى ثقل أشياء كالثقوب السوداء الضخمة في بداية الكون. سنفهم القوانين التي تحكم الكون، ونكتشف عوالم جديدة،
ونشاهد ظواهر كونية متطرفة على بعد مليارات السنوات الضوئية. يوما بعد يوم يسعى العلماء في جميع أنحاء العالم لزيادة فهمنا للكون، لكن صدى السعي وراء فهم المجهول يتردد بعمق مع وجودنا. لطالما تساءل الناس عما يوجد خارج حدود علمهم، وكبشر لطالما كان لدينا دافع الاستكشاف، لذا فإن حسنا الاستكشافي ومحاولة فهم ما يجري حولنا ومعرفة موقعنا في الكون ستظل حاضرة دائما. الفضول هو الشرارة والاكتشاف هو النار التي تشعلها. الفضول هو أساس قوتنا البشرية الخارقة وأعظم سمة نملكها، وهو أعظم أداة لحل المشكلات وجعل العالم مكانا أفضل والحفاظ عليه مكانا جميلا نشأنا فيه. نحن نمنح البشرية فرصة معرفة نفسها بشكل أفضل وإيجاد الطريق الأمثل للتقدم في الفضاء، ومن الضروري إيجاده وتحقيقه. كيف نضمن مستقبلا طويلا لأشكال الحياة على هذا الكوكب؟ إنها فرصة فريدة لرؤية أنفسنا في سياق مختلف. أظن أن برنامج الفضاء والبحث الفضائي مفيد جدا تماما لنا ولكوكبنا. فوجهة النظر الكونية ليست رفاهية، بل هي أمر ضروري إذا كنا نريد النجاح. It is so accurate to touch this point in space. Time on time. He takes a rest of 15 minutes between every movement.
He is so accurate to touch this point in space. Time on time. He takes a rest of 15 minutes between every movement. تصميمه واختباره 4 سنوات من العمل والجهد وطبعا آلاف الدولارات بدون دعم من أي جهة. روبوت قابل للبرمجة لأداء العديد من الوظائف، وهناك فيديوهات كثيرة موجودة عندي لهذا الروبوت وهو يصنع العصير تلقائيا بصورة مستقلة. واليوم البرنامج المحمل الذي حملته له وصممته سوف يقوم بصباغة الجدران بصورة مستقلة. طبعا هذا نموذج اختباري، رغم أنه كلفني 4 سنوات من التصميم والعمل لقلة هكذا معلومات في بلداننا العربية وانعدام الدعم طبعا، وهو بحاجة للتطوير لزيادة دقته في من ناحية البرمجة، وسوف نشاهد عمله الآن. بسم الله. نلاحظ أنه بطيء بعض الشيء، وهو طبعا نموذج اختباري.
والآن سوف يبدأ بصباغة الصف الثاني.